أهم أخبار اليوم في المختصر، أهلا بكم. إحالة القاضي المرتشي على التحقيق بمحكمة الاستئناف. أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط رئيس غرفة الجنايات بابن ملال المتهم بالارتشاء على قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداعه السجن. وكان الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد قد أطاح بالقاضي المرتشي رفقة مستشار جماعي بمدينة الفقيه بن صالح. مهنيو النقل يخوضون إضراباً بعد عيد الأضحى. أكد الكاتب العام الوطني لمهني النقل الطرقي بالمغرب أن ناقلي البضائع قرروا الإضراب عن العمل بعد عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي لا يكفي ومطالباً بالحوار بدل القرارات الانفرادية التي تخدم لوبيات المحروقات. ارتفاع جديد يطال أسعار المحروقات بالمغرب. عرفت أسعار المحروقات اليوم ارتفاعاً جديداً بعد زيادة سجلت بداية الشهر الجاري، إذ تجاوز ثمن الغازوال 16 درهماً للتر الواحد في بعض المحطات، بينما استقر سعر البنزين في حدود 17.80 درهماً. خروقات تلغي انتخاب عضوين في مجلس النواب المغربي. قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب عضوين في مجلس النواب عن حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال بعدما قام بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورهما لوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما خلال اقتراع الثامن من شتنبر بالدائرة الانتخابية المحلية عين الشق بالدار البيضاء، حيث سيتم تنظيم انتخابات جزئية بها من أجل المقعدين. الناتو يعد بتحديث القدرات العسكرية لأوكرانيا. أكد بيان صادر عن قمة الناتو المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد أن الحلفة سيعمل على حزمة مساعدات لتعزيز وتحديث القدرات العسكرية لأوكرانيا. وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن قادته وافقوا على التصور الجديد للناتو الذي يعتبر روسيا أكبر تهديد له. نهاية المختصر، للمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.